ما هو القانون، ماذا يقول القانون والدستور بالنسبة لحلف اليمين، كيف تشكل الحكومة؟ الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد، مساء الخير يا أستاذ عصام. يعني البعض فيه عنده بس بعض اللبسة، هل المفروض أسماء الحكومة يذهب بها رئيس الوزراء إلى البرلمان أولا، أم أنه يمكن حلف اليمين ثم تعرض الحكومة برنامجها على البرلمان بعد ذلك؟ بيحكمنا ثلاث مواد، مادتين في الدستور، الماده 146 والماده 165، وبيحكمنا بالاضافه لدوت الماده 126 من لائحه مجلس النواب. باختصار شديد، رئيس الجمهوريه بيكلف رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بيشكل الحكومه ويعرض البرنامج على مجلس النواب. ده خلال قد ايه؟ ده طب يعني في هو في خلال 30 يوم 30 يوم في خلال 30 يوم على الاقل. وفي خلال ال 30 يوم مجلس النواب بيشكل لجنه برئاسه احد وكلاء المجلس، ليها انها تكتب تقرير في خلال 10 ايام وتعرض على البرلمان، والبرلمان يقرر قبول الحكومه ببرنامجها في خلال 10 ايام. يعني احنا قدامنا في خلال 30 يوم يكون تم عرض البرنامج وقبول الوزاره. في الغالب اذا قبلت الوزاره انتهى الامر، اذا لم تقبل الوزاره عندنا حاجتين: انه المره الثانيه ان رئيس الجمهوريه يكلف الحزب الحاصل على الاغلبيه بانه يشكل حكومه وتعرض على البرلمان، اذا البرلمان وافق عليها انتهى الامر، اذا البرلمان ما وافقش عليها بيتحل البرلمان ورئيس الجمهوريه يشكل يعني يكلف رئيس الوزراء بحكومه جديده تعرض على البرلمان الجديد في اول دور الانعقاد. طيب يعني وفقا للماده 146 للدستور بتقول انه يكلف رئيس الجمهوريه رئيسا للحكومه ثم تعرض على البرلمان، فان حازت على الثقه اكملت مهام عمليه، وان لم يمنحنا البرلمان الثقه يكلف رئيس الجمهوريه رئيسا بعد ذلك. طيب يكلف رئيس وزراء من حكومه الاغلبيه اللي هي مش موجوده عندنا في الغالب، او الحزب الحاصل على الاغلبيه. تمام، ولكن هو هنا الحكومه امامها 20 يوم لعرض برنامجها او 30 يوم. 20 يوم حضرتك. 20 يوم طبقا للماده من تاريخ تشكيلها 126 طبقا للائحه. لائحه مجلس النواب. رئيس الوزراء يعني المكلف من رئيس الدوله بيقدم برنامج الحكومه خلال 20 يوم من تشكيلها، يعرض على البرلمان، البرلمان خلال 10 ايام يشكل لجنه برئاسه احد وكلاء المجلس، بتعد تقرير بيتعرض على البرلمان، بيستجيب البرلمان او بيرفض البرلمان. اذا استجاب البرلمان الحكومه خلاص بتبدا اعمالها وتمارس نشاطها. الدور البرلمان بقى، لان الحقيقه يعني البعض كان بيتكلم على انه البرلمان في الفتره الاخيره لم يكن يراقب العمل الحكومي ولم يكن يتقدم بمشروعات قوانين بالشكل اللي كان مطلوب. يعني كانت معظم معروف بوجه عام انه البرلمان ليه وظيفتين اساسيتين، هي الرقابه والتشريع. البرلمان في دور التشريع بيقوم بدوره بشكل جيد وشكل واضح. فيما يخص الرقابه، خلال الدور الانعقادي السابق ما سمعناش انه اتقدم استجواب، او يعني ربما في بعض الاحيان كان في طلبات احاطه، كان في بعض الاسئله، لكن البرلمان ما استخدمش كل الادوات الكفيله للرقابه على الحكومه. امنا في الوقت الراهن، نظرا للظروف الاستثنائيه اللي بتمر بها الدوله المصريه، نظرا للمحيط الاقليمي المرتبك، نظرا للطموحات الكبيره لدى الجماهير، احنا عندنا عدد كبير من المشاكل في الاونه الاخيره، الناس عقده امال كبيره على الحكومه، وده يستلزم ان البرلمان يقوم بدور الرقابي ويشوف برنامج الحكومه، هل هو برنامج طموح بالفعل؟ هل هو برنامج بيحقق امال وطموحات المصريين بالفعل؟ هل هو قادر على حل المشاكل المتراكمه ويدي امل للناس على ان احنا نستطيع ان احنا نحل المشاكل دي ونستطيع ان نتقدم؟ انا اتصور ان البرلمان عليه مهام كبيره جدا، ليس فقط في التشريع في القوانين المؤجله، لكن كمان في الرقابه على الحكومه. ومن البرلمان مربوط به عدد من التشريعات غايه في الاهميه في الوقت الراهن، لانه بكره مش بس الحكومه هتحلف اليمين، كمان الساده المحافظين. نعم. وده معناها بالضروره عشان المحافظين يشتغلوا بشغل جيد، معناها ان احنا عايزين قانون للاداره المحليه، لانه حتى هذه اللحظه من 2008 احنا ما عندناش مجالس محليه تقوم بالرقابه، وده بيلقي عبء كبير جدا على الحكومه وعلى مجلس النواب.
شكرا أستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد. إذا غدا حلف اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس والحكومة طبقا للائحة مجلس النواب في المادة رقم 126 يجب أن تقدم أو يقدم رئيسها برنامجها خلال 20 يوم من أداء اليمين الدستورية.